حقيقة ما حصل يعني مرحبا مرة أخرى، يعني ظهور مذكرات قبض أمس مساء، حيث كان أمس الخميس ونهاية الدوام، وظهرت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وحقيقة لحد الآن لم يعني نتأكد من مصدرها، من المحكمة التي أصدرت هذه المذكرات. وغدا عطلة، وبعد الغد إن شاء الله الأحد سيذهب المحامي إلى المحكمة ليستجلي الأمر، وكيف صدرت هذه المذكرات وفق هذه المادة التي هي بفحواها يعني مادة ليست بالسهلة، جسيمة في الجناية وفي التعبير القانوني، حيث أن الموضوع لم يكن بهذا المستوى، موضوع كان مشاجرة يعني بأسباب وجود موقع لبيت المحافظ مقابل موقع شيخ سلطان، حيث كانت تقيم فيه حفلات وليلية، وأراد شيخ سلطان من خلال الحرس اللي عنده أن يستجلي الأمر في الموقع. ذهبوا الحرس، ومن ثم هو تبعهم لكي لا تحصل مشكلة، فصار الأمر أنه حزب تقدم ملاصق لمبنى بيت المحافظ الذي هي بالخصوص أرض زراعية تعود إلى عائلة أبو ريشة، تم بيع جزء منها للمحافظ لإشغالها كمنزل لعائلته، طيب إلا أن الأمر تطور إلى وجود بنايات ومنشآت إضافية ملاصقة للدار، وأخذوا بالتوسع، وحيث فيها حرس وشرطة كثيرين وجيش. يعني الموضوع ليس بذات ببعد إذن يعني بالفعل سياسي هذا أو التسريب تنافس، حول هو دخول موضوع أبناء عشيرة ما البوريشة يتعلق إلى بجار مقر وجار حزب وموقع. تقدم ومشادات وتمزيق يافطة المكتب، هكذا كانت هنالك تسريبات بهذا الخصوص. الآن تقول حضرتك هو مقر نعم، هي لمحافظ. بهذا يعني هي تنحصر في هذه القضية أصلا. أها. يعني هم كان من أبناء عشيرة البوريشة دخلوا إلى الموقع لاستجلاء الأمر، ماذا يحصل داخل هذا الموقع في ساعة متأخرة من الليل، حيث كان صوت صراخ وإطلاقات، وكان حفلة تقام في هذا المكان على بيديرها أحد طاقم المحافظة، من ابن قريب للمحافظ وهو كذلك قريب من تقدم، فليس العلاقة لها بحزب تقدم. وما حصل هو موضوع اجتماعي عشائري يخص تواجد هذه المجموعة داخل مقر في عشيرة البوريشة. أراد شيخ سلطان أن يمنع هذه الحالة، فتطورت إن حضرت قوات إضافية، وكان بالغوا في الموقف، حيث أحرجوا الشيخ سلطان أن يتصرف تصرف آخر قد يتطور إلى موضوع لا سمح الله صدام مباشر، إلا طيب أنه جرى اتصال بينه وبين السيد وزير الدفاع على أثر أخلى المبنى شيخ سلطان، وفهم السيد وزير الدفاع أن الموضوع ليس بعد سياسي، ولا المقصود به يعني لا طيب حزب ولا فلان، إنما هي قضية اجتماعية